الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم طلاب الصف الثاني في درس جديد من دروس الرياضيات. وقد بدأنا بالدرس السابق بحل تمارين ومسائل صفحة 43 على تبسيط التعابير الجبرية، وقد تعلمنا قوانين لتبسيط هذه التعابير الجبرية. الآن لدينا السؤال الثاني من تمارين ومسائل صفحة 34. يقول السؤال: صندوق لحفظ المواد المشعة مكعب الشكل. إذا كان الحجم الخارجي للصندوق 27 بالألف، إذا الحجم الخارجي للصندوق يساوي 27 بالألف، والحجم الداخلي يساوي 8 بالألف، والحجم الداخلي يساوي 8 بالألف. احسب سمك هذا الصندوق. بده مني احسب سمك الصندوق. إذا الحجم الخارجي للصندوق، هذا الحجم الخارجي حجمه 27 بالمية. ابتداء حجم الصندوق يساوي الضلع تقريبا، هذا قانون حجم المكعب بشكل عام، طول الضلع تقريب. وكما نعلم بالمكعب جميع أطوال الأضلاع متساوية. الآن حجم الصندوق الخارجي، أي المكعب الخارجي، حجم الصندوق الخارجي يساوي الضلع تقريب. هلا قال لك حجم الصندوق هو 27 بالألف، تساوي طول الضلع سين تقريب. نفرض أن طول ضلع المكعب الخارجي سين. بدي أفرض أنا إنه طول الضلع المكعب الخارجي، هذا طول الضلع بدي أفرضها من عندي أنا، هي مجهولة بس بدي أفرضها إنها سين. إذا قال لك حجم الصندوق الخارجي 27 بالألف وهي تساوي الضلع تقريب، هلا بدي أنا ابتداء أطلع طول الضلع للمكعب الخارجي. كيف بدي أطلع طول الضلع؟ بأخذ الجذر التقريبي للسين والجذر التقريبي للحجم الصندوق. سين تساوي الجذر التقريبي لـ27 بالألف، هذه قيمة سين. قيمة سين أي طول ضلع المكعب الخارجي. بنفس الطريقة نجد طول الضلع، طول ضلع المكعب الداخلي، طول ضلع المكعب الداخلي يساوي نفرضها أنها صار تقريب. نفرض أن طول الضلع الخارجي سين والداخلي صاد. بفرض أنا من عندي قيم سين وصاد. الآن إذا حجم المكعب الداخلي يساوي 8 بالألف، ما قيمة صاد؟ قيمة صاد كما تعلمنا نأخذ جذر التقريبي للطرفان والجذر التقريبي للطرفان، نحصل على قيمة صاد تساوي الجذر التقريبي للثمانية
بالألف. الآن حصلنا على قيمة سين وعلى قيمة صاد، أي حصلنا على طول ضلع المكعب الخارجي وطول ضلع المكعب الداخلي. يريد منا سمك الصندوق، هذه المسافة المطلوبة. سمك الصندوق يمكنني إيجاد سمك الصندوق عن طريق طرح طول الضلع الخارجي مطروح منه طول الضلع الداخلي، ها هي سمك الصندوق. إذا سمك الصندوق هو يساوي طول الضلع الخارجي ناقص طول الضلع الداخلي. نكتبهم هنا، سمك الصندوق يساوي طول ضلع المكعب الخارجي، أي الأكبر، الخارجي هو الأكبر، ناقص طول ضلع المكعب الداخلي اللي هو المكعب الأصغر. الآن نعوض، أي طول ضلع المكعب الخارجي قلنا س، وطول ضلع المكعب الداخلي قلنا ص، أي تساوي سمك الصندوق تساوي س تكعيب ناقص ص تكعيب. نعوض قيمة س وص، س تساوي الجذر التكعيبي 27% ناقص الجذر التكعيبي 8 بالألف عفوا. الآن نوزع الجذور كما تعلمنا، تصبح الجذر التكعيبي 27/1000 ناقص الجذر التكعيبي 8 أيضا على 1000. كما تعلمنا توزع الجذر على الوسط والمقام، أي الجذر التكعيبي للثلاثة 27 يساوي 3، الجذر التكعيبي للألف 10 ناقص الجذر التكعيبي للثمانية 2/1000، 3 ناقص 2 يساوي 1/10. إذا سمك الصندوق يساوي 1/10، سمك الصندوق يساوي 1/10، هذا الجواب النهائي، سمك الصندوق يساوي 1/10. مرة أخرى حصلنا على قيمة طول ضلع المكعب الخارجي عن طريق حجم المكعب، وحصلنا على طول الضلع المكعب الداخلي أيضا عن طريق حجم المكعب. فرضنا أن قيمها سين وصاد، نريد الحصول على سمك المكعب، نطرح طول ضلع المكعب الكبير من المكعب الصغير، سين تكعيب ناقص صاد تكعيب، وعفوا هنا سين وصاد ليس مكعبة، سين طول الضلع ناقص صاد فعليا هي قيمتها مكعبة، عفوا انتبهوا هون يا عزيز، سين قيمتها أصلا مكعبة وصاد أصلا قيمتها مكعبة، طول ضلع المكعب الخارجي سين ناقص طول ضلع المكعب الداخلي اللي هي صاد، واللي هي أصلا قيمتهم جذور تكعيبية تبعا لحجم المكعب. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث، وهو السؤال الأخير في تمارين ومسائل لتبسيط التعاليم الجبرية. يقول السؤال: اكتشف الخطأ واكتب الصواب. بما أن حكى لنا اكتشف الخطأ، مباشرة أنا بعرف
انه هاي المساله خطا، وطلب وقال لي انه خطا، بس اكتشف انت الخطا. مباشره لما بدي اكتشف الخطا لازم احل هالطريقه صح عشان اكتشف وين الخطا. نحلها مع بعض. بيقول لك الجذر التربيعي ل 98 ضرب الجذر التربيعي ل 2. هلا هو طلع معه هذا الجواب، طلع معه الجواب 7 جذر 2، طلع معه الجواب 7 مضروبة في جذر 2. بدي احلها انا واشوف هل تطلع 7 جذر 2؟ اكيد مش لازم تطلع 7 جذر 2 لانه هو بيقول لك اكتشف الخطا، معناته اكيد في خطا لازم تكتشفه. مباشرة يا مس بشوف سؤال اكتشف الخطا، انا بدي احل بطريقتي، بدي احل بطريقتي الصح عشان اشوف هو وين خطأ. الجذر التربيعي لل 98 قلنا هو مربع غير كامل، دائما نحاول فكفكة ما داخل الجذر بحيث نحصل على عدد مربع كامل اقلها عدد مربع كامل. 98 اذا عرضنا فكفكتها تصبح 49 ضرب 2. 49 ضرب 2 هي 98. ال 49 مربع كامل، اذا تفكيكي لحد الان صحيح. ضرب جذر 2، جذر 2 عدد اولي ولا يمكن تفكيك الجذر 2. كما تعلمنا نستطيع توزيع الجذر على ما داخل الضرب. 49 ضرب جذر 2 ضرب جذر 2، بس هون وزعت الجذر على 49، وزعت الجذر على 2 ونزلت جذر 2 مثل ما هي. هلا بضل القيم، جذر 9 هي 7 ضرب جذر 2 ما بعرفها، وجذر 2 ما بعرفها غير معروف. هلا شو الناتج النهائي؟ 7 ضرب جذر 2 ضرب جذر 2. ايضا من قواعد تبسيط التعابير الجذريه يمكن دمج ما داخل الضرب بجذر واحد، اي يمكن ضرب جذر واحد وما داخل الضرب 2 ضرب 2. اذا نحصل على 7 في جذر 2 ضرب 2 4. اذا 7 جذر الأربعة كم يساوي جذر الأربعة؟ جذر الأربعة 2، إذا ضرب 2 ويساوي 14. شوفوا هاي الجواب الصحيح 14. هلا نكتشف الخطأ اللي خطأه هو حلل زي ما أنا حللت، تمام. أها الخطأ اللي عندنا هون أخذ جذر تربيعي، أخذ جذر واحد ولغى الجذر الثاني، أخذ جذر واحد ولغى الجذر الثاني، إذا هذا الحل خاطئ. الحل الصحيح عند ضرب جذرين في بعضهما البعض يمكن وضع ما داخل الجذر في تحت جذر واحد، جذر الاثنين ضرب جذر الاثنين يمكننا عملها جذر الاثنين ضرب اثنين لنحصل على جذر أربعة ويكون الناتج 2 لنحصل على الجواب 7 ضرب 2 يساوي 14. هكذا نكون قد أنهينا الحمد لله تمارين ومسائل صفحة 34 كاملة. أتمنى لكم الفهم الجيد ونقل الحل بعد فهمه ومحاولة حله لوحدكم على دفاتركم. ولا تنسوا التاريخ واليوم وعنوان الدرس ورقم الصفحة. يعطيكم ألف عافية ورافقكم السلامة.